مشاهدينا الكرام اعزائنا الطلبه والطالبات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييكم في درس جديد من دروس ماده الفيزياء وسوف ناخذ اليوم درس بعنوان التمدد الحراري اللي هو الوحده السادسه الماده والخصائص الحراريه فنبدأ أولاً مع أهداف هذا الدرس. أولاً الأهداف التعليمية يصف من الناحية النوعية التمدد الحراري للمواد الصلبة والسائلة والغازية عند ثبوت الضغط. يعني سوف نصف ماذا يحدث لهذه المواد الصلبة والسائلة والغازية عند ثبوت الضغط. الهدف الثاني يشرح في ضوء حركة وترتيب الجسيمات مقدار تمدد حجم المواد الصلبة والسائلة والغازية. ايضا سوف نلاحظ ونفسر اي المواد تتمدد بشكل اكبر عن المواد الاخرى. الهدف الثالث يحدد ويشرح بعض التطبيقات اليومية والآثار المترتبة على التمدد الحراري.. أولاً نبدأ الدرس بنشاط ملاحظة التمدد، <applause> نلاحظ أولاً عندنا في هذا النشاط اولا بنذكر المكونات او مكونات هذه التجربه عندنا تجربه بسيطه اذا اولا نعدد المكونات مما تتكون هذه التجربه تتكون عندنا من الكره وحلقه في الوضع الطبيعي، الكرة تمر عبر الحلقة بكل سهولة. في الوضع الطبيعي، الكرة الفولاذية تمر عبر الحلقة بكل سهولة. ولكن إذا أحضرنا مثلاً موقد بنز مثلاً. هي التجربة، إذا عندنا موقد لهب أو موقد بنز، وقمنا بتسخين الكرة لعدة دقائق، فماذا يحدث؟ إذا مع مرور الوقت، الكرة سوف تسخن، ثم بعد ذلك تتمدد ويزداد حجم الكرة، ثم عندما نحاول أن ندخل الكرة مرة ثانية أو عبور الكرة عبر الحلقة مرة أخرى لن تستطيع العبور ما سبب ذلك؟ قلنا السبب هو حدوث التمدد بسبب عملية التسخين حدث للكرة الفولاذية تمدد وازداد حجمها فبالتالي لن تستطيع عبور تلك الحلقة. متى تعبر؟ تعبر عندما تبرد الكرة الفولاذية، عندما تبرد تستطيع مرة أخرى أن تدخل عبر الحلقة بكل سهولة. إذا عندنا المثال الأول أو التجربة الأولى الحلقة والكرة. وضحنا في هذا المثال بأن الكرة تعبر بسهولة عندما تكون باردة أو في الوضع الطبيعي لكن عند التسخين يسخن تسخن الكرة فيحدث لها تمدد ويزداد حجمها فبالتالي لن تستطيع عبور الكرة أو الحلقة لن تستطيع عبور الحلقة بسهولة ثانيا المثال الثاني عندنا <applause> بنذكر أولا أيضا مثل المثال السابق نعدد مكونات التجربة إذا اثنين مكونات التجربة إذا عندنا أول شيء في هذه التجربة وعاء أو حوض كما نلاحظ هذا الحوض مليء بالماء ثم ايضا عندنا دورق هذا المكون الثاني يغطى سطح الدورق بسداده، لاحظ عندك هذا في الاعلى هذا تسمى سداده. ينفذ او يخرج من هذه السدادة انبوب رفيع، اذا عندنا يعني هنا انبوبة. ايضا الدورق به ماء، لاحظ عندك، الدورق به ماء او مملوء بالماء. ايضا نحتاج في هذه التجربة الى موقد لهب او بنز من اجل عمليات التسخين ماذا يحدث عندك عندما نقوم بعمليه التسخين يسخن الماء اولا في الوعاء او الحوض ثم بعد ذلك يسخن داخل الدورق. ماذا يحدث؟ إذا عندنا في هذه التجربة بأن الماء الذي داخل الدورق عندما يسخن يحدث له تمدد ويزيد حجمه وبالتالي يبدأ يرتفع منسوب الماء داخل الأنبوبة. لماذا حدث هذا؟ قلنا بسبب حدوث عمليه التسخين عند التسخين حدث تمدد الماء وازداد حجمه اذا عند في هذه التجربه اذا الماء يسخن ثم بعد ذلك يتمدد بعد التمدد يزداد حجمه. عند زيادة حجمه يؤدي إلى ماذا؟ ارتفاع مستوى الماء داخل الأنبوبة الرفيعة. إذن مطلوب معرفة مكونات التجربة. من اجل تفسير هذه العمليه او مثلا يجيك سؤال في الاختبار اشرح بتجربه موضحا مكونات التجربه والتفسير لهذه التجربه اللي هو تمدد المواد السائله المثال الثالث الهواء في الدورق ايضا بنذكر اولا المكونات عندنا وعاء او حوض اذا حوض به ماء عندنا هنا دورق ايضا سجاده يوجد هنا انبوبه رفيعه وايضا انبوب مطاطي ايضا نحتاج في هذه التجربه الى موقد لهب او موقد بنز اذا عند التسخين لاحظ عندك ايضا الدورق فارغ ها الدورق فارغ ليس به ماء وانما بداخله هواء اذا هنا عندنا هواء يوجد داخل الدورق عند التسخين الماء يؤثر على الدورق فيؤدي إلى زيادة حركة جزيئات المادة الغازية اللي هو الهواء. فبالتالي عندما يسخن الهواء يتمدد ثم يزداد حجمه فيندفع عبر الأنبوب الرفيعة ثم عبر الأنبوب المطاطي. ويخرج في النهاية على شكل فقاعات هواء. إذا ماذا يحدث؟ إذا عند التسخين، إذا الهواء يسخن ثم يتمدد ثم بعد ذلك يزداد حجمه له حجم الهواء داخل الدورخ ثم بعد ذلك يخرج عبر الأنبوبة الزجاجية وعبر الأنبوبة المطاطي في الماء الساخن على شكل فقاعات هواء إذن ثم يخرج على شكل فقاعات هواء. إذا عندنا هذا المثال الثالث اللي هو الهواء في الدورق. إذن تتمدد معظم المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية قلنا عن طريق التسخين. وضحنا الحين ثلاث تجارب عندنا تجربة الحلقة والكرة، تجربة الماء في الدورق. والهواء في الدورق أيضا. لاحظنا عند تسخين هذه المواد حدث لها ما يسمى باسم التمدد الحراري. إذا يعرف أو مفهوم التمدد الحراري زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها. ولاحظنا هذا في التجارب الثلاث بأن حجم في التجربة الأولى الكرة ازداد حجمها عندما ارتفعت درجة حرارتها فبالتالي لن تستطع عبور الحلقة إذا مفهوم التمدد زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها عندنا أيضا هنا أداة قياس أداة قياس ويوجد بها هذا يسمى اسم قضيب معدني، إذا عندنا قضيب معدني أو فلزي، وهذا تسمى أداة قياس، يوضح من خلال أداة القياس كيف يمر القضيب المعدني ويدخل عبر الحلقة من الجهتين وذلك عندما يكون في الوضع الطبيعي إذن في الوضع اذا في الوضع الطبيعي القضيب المعدني او الفلزي يدخل عبر الفجوه في اداه القياس بكل سهولة لكن إذا حدث له تسخين قمنا بتسخين القضيب المعدني لعدة دقائق ماذا يحدث؟ إذن سوف يزداد طوله وحجمه ولا يستطيع أن يدخل عبر الفجوة لاحظ هنا لن يستطيع الدخول عبر الفجوة. قل السبب بالسبب ازدياد حجم المادة لم تستطع عبور أو دخول عبر الفجوة. إذا هذا عندنا مثال آخر أيضا على التمدد. إذا في الوضع الطبيعي يدخل القضيب المعدني عبر الفجوة بكل سهولة في أداة القياس. لكن عند التسخين يزداد حجمه ولن يستطيع أن يدخل. الفجوة قال أيضا يحدث أحيانا أن يلتصق غصا فلزي على وعاء زجاجي ولا يعود فكه سهلا ولكي تستطيع فكه عليك تسخينه نسخنه قالك عن طريق سكب ما ساخن فوقه مثلا عندئذ يتمدد عندئذ قال يحدث له تمدد قال تمدد الزجاج اقل بكثير من تمدد الغطاء فيسهل فكه عن الوعاء عندك له مثال المشروبات الغازيه الغطاء الموجود عليها عندك في بعض الاحيان لا تستطيع فتح هذا الغطاء الفلزي لكي تستطيع فك هذه العلبة، علبة المشروبات الغازية. نسكب عليها بعض الماء الساخن. عندئذ يحدث لها تمدد. فنستطيع أن نفتح أو نبطل العبوة بكل سهولة. أو نستطيع فكه بكل سهولة. <applause> أيضا عندنا مثال آخر. قال يتم تركيب اطار فولاذي لعجله قاطره سكه حديديه يكون الاطار ساخنا جدا ثم يبرد فينكمش ويصبح مشدودا باحكام في العجله لاحظ هذا عندنا مثلا اطار او العجل عندنا قالت يتم يت يتم تركيب اطار فولاذي لهذه العجله عندك هذا الاطار ها نوضح الاطار بشكل اكبر جاب اطار ووضعه على العجله هذا عندنا الاطار اذا ركبنا الاطار الفولاذي لعجلة قاطرة السكة الحديدية ها يجب أن يكون ساخن عند تركيبه يكون ساخن نتركه فترة حتى يبرد وينكمش عندما يبرد وينكمش يصبح مشدود بإحكام حول العجلة بهذه الطريقة أنك تلاحظ وضحنا عندك يصبح مشدود بإحكام في العجلة إذا عندنا مثال الغطاء الفلزي في, في وعاء زجاجي لو قلنا عندك علبة المشروبات الغازية أيضا عندك المثال الآخر اللي هو عجلة قاطرة سكة الحديد عندما يتم تركيب الإطار يجب أن يكون ساخن لماذا؟ حتى يبرد ثم ينكمش ويصبح مشدود بإحكام في العجلة <applause> ثم عندنا الشريط الثنائي الفلز بنتكلم عن كيفية عمله وفي ماذا يستخدم. لاحظ عندك اولا الشريط الثنائي الفلز يتكون من نحاس وانيفار ما هو الانفار؟ قال الانفار عبارة عن سبيكة فلزية من الحديد والنيكل، إذا الانفار عبارة عن سبيكة من فلزية من الحديد والنيكل. كيفية عمل هذا الشريط الثنائي الفلز؟ قال لك هذا الشريط لاحظ عندك هنا ماذا حدث له؟ يتقوس يتقوس بسبب ارتفاع درجة حرارته ها بسبب ارتفاع درجة حرارته إذن عند إذن يتقوس عندما ترتفع درجة حرارته لماذا لأن أحد الفلزين ماذا به ها لان احداهما يتمدد بسرعه اكبر من الاخر. الذي يتمدد يوضع في الجهه الخارجيه من الشريط. اذا الذي يتمدد بسرعه يوضع في الجهه الخارجيه من الشريط لكي يصبح اطول من الفلز الثاني ويسهم في عمليه التقوس. إذا مرة مرة أخرى نعيد كيفية عمل الشريط الثنائي الفلز. قلنا هذا الشريط يتقوس عندما ترتفع درجة حرارته إلى الأسفل كما موضح في الصورة. لماذا يتقوس؟ لأن أحد الفلزين يتمدد بشكل أكبر. قلنا الذي يتمدد يوضع في الجهة الخارجية وهو النحاس. يوضع في الجهة الخارجية من الشريط لكي يصبح أطول من الفلز الداخلي ويسهم في عملية التقوس في ماذا يستخدم؟ قال يستخدم هذا في عمل أجهزة الإنذار من الحرائق أيضا يستخدم في منظم درجة الحرارة الثيرموستور الذي يتحكم بدرجة حرارة الفرن والمكواه وسخان المياه والثلاجة وغيرها من الأجهزة الأخرى إذن يستخدم الشريط الثنائي الفلز في أولا أجهزة الإنذار إذن واحد أجهزة الإنذار ثانيا في منظم درجة الحرارة اللي هو يسمى باسم الثرموستور الذي يتحكم بدرجة حرارة الفرن والمكواة وسخان المياه والثلاجة وغيرها من الأجهزة الأخرى استخدامات تمدد قال تستخدم المسامير الفلزية لربط الصفائح الفلزية في عملية بناء السفن وفي الصناعات الأخرى كيف يعمل ذلك؟ إذا في الاختبار هذه الصوره قالك وضح كيف يعمل المسمار على الربط بين صفيحتين فلزيتين اذا اولا قلنا يمرر المسمار الاحمر الساخن هذا عندنا المسمار ها يمرر المسمار الاحمر الساخن عبر ثقب في الصفيحتين الفلزيتين ثم بعد ذلك يطرق حتى يصبح مدورا كالقرص، لاحظ عندك ها. يصبح مدورا كالقرص. ثم بعد ذلك يترك حتى يبرد وينكمش. بعد ذلك ماذا يحدث؟ يشد الصفيحتين احداهما على الاخرى باحكام، لاحظ عندك. في هذا المثال وجود فراغات لحظة عندك ها وقود فراغات بين الصفيحتين أثناء تركيب المسمار لكن عندما انكمش وأصبح باردا أصبح مشدودا لاحظ عندك الصفيحة الأولى مشدودة على الصفيحة الثانية هذه الصفيحة الأولى وهذا عندنا الصفيحة الثانية أصبح المسمار مشدودا بينهما بإحكام إذا مرة ثانية بنعيد هذه الفقرة إذا اشرح كيف يمكن ربط صفيحتين فلزيتين باستخدام مسمار فلزي قلنا أولا عندك هذه الصفيحة الأولى وهذه الصفيحة الثانية قلنا هنا يوجد بينهما ثقبة موجود ثقب يعبر او يدخل عبره المسمار الساخن ثم بعد ذلك يطرق حتى يتقوس يصبح مقوسا كالقرصه عندك ثم بعد ذلك نترك هذا المسمار حتى يبرد عندما يبرد يصبح شكل الصفيحتين بهذا الشكل تصبح كل صفيحة كأنها مشدودة على الاخرى النتائج المترتبة على التمدد يعني المشكلات يسبب تمدد بعض المواد المشكلات فقد يتمدد يؤدي تمدد الجسور الفلزية وخطوط السكك الحديدية في الايام الحارة الى خطر التقوس لتجنب هذا التقوس يبنى الجسر من عدة أجزاء. إذن عندنا حتى نبعد عن خطر التقوس لهذه في الفلزية أو سكك خطوط السكك الحديدية يجب أن يتخللها أجزاء أو فواصل عندك من أجل عملية التمدد. فمثلا في الأيام الحارة يتمدد الجسر وتضيق الفجوات بين أجزائه. إذا عندما يتمدد عند مثل هذه الفجوات عند التمدد تتسكر هذه عندك الفجوات تضيق الفجوات بين اجزائه لذلك تصنع خطوط السكك الحديديه في هذه الايام من سبيكه فلزيه تتمدد قليلا اذا مما تصنع خطوط السكك الحديديه تصنع من سبيكة فلزية تتمدد قليلاً. وقد تلاحظ أيضاً أن سطح الطريق الخرسانية مقسم إلى أجزاء. حيث تملأ هذه الفجوات بين تلك الأجزاء بمادة لينة تنضغط مستجيبة لتمدد الطريق. بنلاحظ في الصورة التالية: لاحظ هنا عندنا عند توجد هذا عندك فواصل للجسور عندك قلنا هذه الفواصل من اجل عملية التمدد حتى تتمدد في الصيف ونتجنب خطر خطر ماذا؟ التقوس احسنت خطر التقوس لها من الملاحظ أن هناك عبوات زجاجية تتهشم عند سكب سائل ساخن فيها. مثال ذلك. عندك مثلاً في المنزل في بعض الأحيان تأتي لسكب الشاي أو القهوة في كأس، فتلاحظ بأن الكأس قد تهشم أو تكسر. عند سكب سائل ساخن فيه فما هو السبب؟ قالك السبب بأن حرارة السائل تجعل السطح الداخلي للزجاج يتمدد سريعا قبل أن يصل إلى سطحه الخارجي إذن سبب انكسار كأس الشاي أو القهوة عندما نسكب فيه شاي قلنا بسبب ان الحرارة السائل اللي هو الشاي على السطح الداخلي للزجاج تتمدد سريعا قبل ان تصل الى سطحه الخارجي فيؤدي الى تهشم او انكسار هذا الكأس قال كيف يمكن كيف يمكن التغلب على هذه الحالة؟ قال يمكن التغلب عليها بطريقتين اولا تم تطوير نوع من الزجاج يسمى زجاج البيركس الذي يتمدد قليلا اثناء التسخين ايضا يوجد نوع اخر من الزجاج يسمى الزجاج المقسى الذي يعالج بمواد كيميائيه تقلل من احتمال تهشمه أثناء التسخين إذا للتغلب على ظاهرة تهشم العبوات الزجاجية عند سكب سائل ساخن فيها عن طريق اللي هو استخدام زجاج البيركس الذي يتمدد قليلا أثناء التسخين وأيضا استخدام نوع آخر من الزجاج يسمى الزجاج المقسى الذي يعالج بمواد كيميائية تقلل من احتمال تهشم أثناء التسخين تمدد المواد الغازية أيضا المواد الغازية تتمدد عند التسخين مثلها مثل المواد الصلبة والسائلة خالك عندك نلاحظ بنبين في الشكل التالي كمية من الهواء موجودة في اسطوانة مزودة بمكبس قالك عندما يكون الهواء بارد في البداية تضغط جسيماته على المكبس بقوة ضعيفة لذلك لا تستطيع أن تدفع هذا المكبس إلى أعلى ولكن عندما يسخن الهواء داخل الاسطوانة تتحرك جسيماته بشكل أسرع أو أكبر فيتمدد الهواء ويندفع المكبس بقوة إلى أعلى إذا لاحظ في الصورتين الصورة ألف و ب أي الصورتين تمثل الهواء البارد وأيهما تمثل الهواء الساخن الهواء في الهواء البارد تكون جزيئاته ضعيفة لا تستطيع أن تدفع المكبس إلى أعلى إذا عندنا هنا هواء بارد لانه لا يستطيع ان يسحب او رفع المكبس الى اعلى لكن في بلاحظ لاحظ بان المكبس ارتفع الى الاعلى بسبب تسخين جزيئات الهواء بسبب اذا حدوث عمليه تسخين لجزيئات الهواء عندما تسخن تتحرك بشكل اكبر فيحدث تمدد فبالتالي يؤدي الى ارتفاع المكبس الى اعلى متى يبقى الضغط ثابت اثناء التمدد؟ متى يبقى ضغط الهواء ثابت اثناء التمدد؟ قال كي يبقى ضغط الهواء ثابت عندما تتوازن قوه الدفع جسيمات الهواء إلى الأعلى مع وزن المكبس عندك هنا لاحظ عندما تتساوى في هذه الحالة إذا عندما تتساوى قوة دفع جسيمات الهواء مع وزن المكبس إلى أسفل في هذه الحالة نقول بأن ضغط الهواء يبقى ثابتا أثناء تمدده إذن تتمدد المواد الصلبة والسائلة والغازية أي المواد تتمدد أكثر عند رفع درجة حرارتها بالمقدار نفسه الصلبة أم السائلة أم الغازية نلاحظ إذا سوف يكون تمدد المواد الصلبة هو الأقل عند التسخين إذا أقل مواد تمددا هي المادة الصلبة وقد صممت بعض المواد أن كمثل عليها كزجاج البيركس وسبيكة الإنفار كي تتمدد بأقل قدر ممكن ثانيا يكون تمدد المواد السائلة أكثر بقليل من تمدد المواد الصلبة. ثالثا المواد الغازية تتمدد أكثر من المواد السائلة والصلبة. إذن إذا إذا قالك رتبهن تصاعديا أو تنازليا إذا تنازليا أو تصاعديا من الأكبر إلى الأصغر أو من الأصغر إلى الأكبر. إذا عندنا أكبر تمدد عندنا الحالة أو المواد الغازية، الأقل منها السائلة، ثم عندنا الصلبة. هذا ترتيب المواد من حيث التمدد. أعلى تمدداً المادة الغازية، ثم السائلة. وأقل تمدد المادة الصلبة قال لكن يوجد هناك استثناءات لما ذكر في هذه الحالات اللي هو الترتيب الأخير اللي, اللي ذكرناه توجد استثناءات فعندنا أولا المثال الأول اللي هو سائل البارافين قال يتمدد بسرعة كبيرة عند تسخينه وأيضا كذلك البنزين المثال الاخر انه وقود السيارات فاذا ملأ سائق في يوم حار خزان سيارته بالبنزين من خزانات محطات الوقود الباردة الموجودة تحت الارض فان هذا البنزين يتمدد ويتدفق خارج خزان السيارة عندما يسخن إذا تمددت مادة ما لا تصبح جسيماتها الجسيمات تقصد بها الذرات أو الجزيئات أضخم بل إنها تكتسب طاقة أكبر إذن بأنها تكتسب طاقة أكبر إذن هذه الجسيمات تكتسب طاقة أكبر فتتمكن من التحرك بشكل أسرع وتشغل حيزا من الفراغ أيضاً اذا تتحرك بشكل اذا عندما تكتسب طاقه تتحرك بشكل اسرع وتشغل حيزا من الفراغ اكبر من قبل اذا تمدد هذه المواد يكسبها طاقه اكبر فيمكنها التحرك بشكل اسرع وتشغل حيزا من الفراغ بشكل اكبر اذا ملخص هذا الدرس اللي هو اولا التمدد الحراري واستخداماته قلنا ان التمدد الحراري يقصد به هو زياده حجم الماده عند ارتفاع درجه حرارتها الاستخدامات ذكرنا استخدامات في المواد الصلبه والسائله والغازيه استخدامات عديده أيضاً المواد الغازية تتمدد أكثر من المواد السائلة والمواد الصلبة. أيضاً وضحنا كيفية أخذ الاحتياطات لتجنب الضرر الناتج عن التمدد الحراري. عندك مثل خطر اللي هو التقوس في السكك الحديدية وأيضاً في صناعة الجسور. <applause> قال يمثل الرسم أدناه تجربة لعرض التمدد الحراري قالك أولا ألف صف وشرح ماذا يحدث عندما يوضع دورق الماء البارد في حوض الماء الساخن إذا عندنا هذا حوض ساخن وهنا ماء بارد ماء بارد ماذا يحدث قلنا يحدث التالي أولا الماء البارد يسخن ثم يتمدد أو يتمدد ويزداد ويزداد حجمه قلنا عندما يزداد حجمه يزداد مستوى الماء في الأنبوبة إذن ها يزداد يزداد مستوى الماء في الأنبوبة الرفيعة إذن الماء البارد يسخن ثم بعد ذلك يتمدد ثم بعد ذلك يزداد حجمه ويبدأ يرتفع منسوب الماء داخل الأنبوبة الرفيعة قال صف كيف يمكن تعديل هذه التجربة كي تصلح للمقارنة بين مقدار تمدد الماء وتمدد سائل البارافين عند درجه حراره كل منهما بالمقدار نفسه اذكر المتغيرات التي يجب التحكم بها لجعل هذه المقارنه عادله اذا كيف نجعل هذه التجربه عادله اولا اذا نحضر دورقين متماثلين إذا نحضر دورقين متماثلين في الدورق الأول نضع الماء وفي الدورق الآخر نضع البرافين إذا نضع في الدورق الأول ماء وفي الثاني سائل البرافين ثانيا نغلق كل من الدورقين بإحكام باستخدام سدادة ينفذ من خلالها أنبوب رفيع أيضاً اثنين نغلق نغلق كل دورق باستخدام سدادة. ينفذ منها انبوبة رفيعة. هذا عندنا ايضا ثلاثة نجعلهما في نفس الحوض الماء. ثلاثة نجعل الدورقين في نفس حوض الماء اربعه نجعل لهما نفس درجه الحراره نجعل لهما نفس درجه الحراره في النهاية ماذا نلاحظ؟ ماذا سيحدث؟ في نهاية التجربة سوف يرتفع سائل البرافين أولا أو أسرع من الماء لأنه يسخن بشكل أكبر. إذن عندنا إذا في نهاية التجربة سائل البرافين يسخن. بشكل اسرع. من الماء. إذا جعلنا اول شيء الاختبار عادل، احضرنا دورقين متماثلين، دورق وضعنا فيه الماء، والاخر البرافين، وضعنا نفس الكمية الماء ونفس كمية البرافين. مثلا وضعنا ألف أو مئة ملي من الماء و ملي من سائل البرافين داخل الدورق ثم بعد ذلك اغلقنا كل منهما باحكام باستخدام السداده التي ينفث من خلالها انبوبه رفيعه ثالثا جعلناهما في نفس الحوض الذي به كميه الماء اربعه جعلنا لهما نفس درجه الحراره عند التسخين في نهايه التجربه نلاحظ بان سائل البرافين قلنا في البدايه من الاستثناءات بانه يسخن بشكل اسرع من الماء قال يوضح الجدول ادناه النسب المئويه لتمدد احجام بعض المواد بارتفاع درجه حرارتها فقط بدءا من درجه حراره 20 درجه سيليزيه اعطانا بعض المواد اللي هو الزجاج فولاذ ماء، بنزين هواء جاف <applause> ووضح نسبه التغير في حجم كل منها قال ما نسبه تمدد الماء الى تمدد الفولاذ اذا نسبه التمدد تساوي تمدد الماء على تمدد الفولاذ. ثم قم بعملية التعويض. تمدد الماء عندنا الماء صفر فاصل صفر صفر تسعة وستين. تمدد الفولاذ صفر فاصل صفر ثلاثة وثلاثين نستخدم الآلة الحاسبة إذا عندنا صفر فاصل صفر صفر تسعة وستين تقسيم صفر فاصل صفر صفر ثلاثة وثلاثين يساوي إذا عندك يساوي 2.09 يعني يساوي 2 اذا يساوي 2.09 ماذا يعني هذا؟ يعني بأن الماء يتمدد بمقدار مرتين او ضعفين عن تمدد الفولاذ اذا يعني بأن الماء يتمدد بمقدار مرتين أو ضعفين عن الفولاذ هذا عندنا ألف ب ما نسبة تمدد الهواء القافي لتمدد الزجاج إذا نسبة التمدد يساوي تمدد الهواء الجاف إلى تمدد الزجاج نقوم بعملية التعويض عندنا الهواء الجاف صفر فاصل أربعة وثلاثين تمدد الزجاج صفر فاصل صفر, صفر ستة وعشرين. باستخدام الآلة الحاسبة نجد الناتج ألف وثلاثمية وسبعة فاصل تسعة ماذا يعني هذا؟ يعني بأن الهواء الجاف يتمدد بمقدار ألف وثلاثمية وثمان مرات عن الزجاج اذا في نهايه درسنا لهذا اليوم لا يسعنا الا ان نلتقي بكم في درس اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته